راس دبيان EG3 Operation Senior Manager. احنا نعمل على تصنيع مادة الإيثين جلايكول. المادة هذه تعتبر مادة رئيسية وأساسية في كل شيء حولنا. Actually, the EG is the one of the base material of the process. It is also the give us warm life and comfortable and nice life. Yes. عبر رحلة تطور البشرية كانت الصناعة علامة الحضارة الأولى. كان تركيز المملكة في سابق بالاستثمار في الصناعات البتروكيماوية وعلى رأسها إيثيلين جلايكول، والذي يعتبر اليوم جزءاً لا يتجزأ من أي منتج. لو تروح تقرأ أي علبة دواء عندك في البيت أو شامبو، هتحصل أنه في منتج من إيثيلين جلايكول. له استخدامين أساسيين: الألياف الاصطناعية وكمادة لمنع التجمد. تكلم على تحسين في كفاءة استهلاك المواد بنسبة 73%، تحسين في استهلاك الطاقة بنسبة 14%، وأيضا تحسين في استهلاك المياه بنسبة 13%. هل سيتمكن فريق سابك من تنفيذ هذه المهمة الفريدة من نوعها؟ هل سيجدون الخبرات الكافية لتنفيذ هذا المشروع العملاق؟ كيف سيتخطون التحديات المحتملة؟ وما الذي يميز هذا المشروع عن غيره في العالم؟ خلينا نتكلم بشكل أساسي عن الجلايكول وما يمثله الجلايكول لشركة سابك. بدأت استثمارات سابك في منتج الإيثيلين جلايكول من بدايات الشركة، وكان هدفنا واضح، وهو تبوأ مكانة عالمية في هذا المنتج الاستراتيجي. خلاصة تجربة سابك بمصانعها في السعودية، 10 مصانع للإيثيلين جلايكول، أخذنا كل التحسينات اللي عملت فيها المصانع، إضافة إلى مشاكل التشغيلية اللي واجهتهم من بداية تشغيل هذه المصانع، أخذنا كل الدروس المستفادة وأضفناها وحطيناها في الإيجي 3. ومن جانب آخر من الخارطة، يعمل فريق ساينتيفيك ديزاين على رسم هيكل مصنع إيجي 3 ليكون مصمماً بمعايير عالمية متقدمة. فكرة مشروع إيثيلين جلايكول 3 بدأت تقريباً من عام 2007. بدأت إدارة المتحدة تخاطب مع المرخصين اللي هم شركة ساينتيفيك ديزاين في إعداد التصاميم الأولية في ذلك الوقت. وبالشراكة مع شركة المتحدة للصناعات البتروكيماوية، إحدى كيانات الشركة الأم سابك، بدأت ملامح المشروع تظهر على أرض الواقع بخبرات متعاقدي المشروع من شركة سامسونج إنجينيرينج العالمية. 3000 عامل يسابقون الزمن لإنشاء المصنع وتجميعه قطعة تلو الأخرى كقطع الليجو على أرض تبلغ مساحتها 78,000 متر مربع، أو ما يعادل مساحة 11 ملعب كرة قدم، بمعدات ضخمة لنقل آلاف الأطنان وبأقصى معايير السلامة والجودة. أي صناعة تتطلب حاجتين رئيسيتين: التقنية والتسويق. سابك تملك المصنع وتملك تقنية التصنيع في المصنع. على الرغم من أهمية المواد التي تنتجها سابك وتصدرها لجميع دول العالم، إلا أن مجال الصناعة يمثل مشكلة رئيسية على البيئة. لذلك أخذ فريق سابك على عاتقه التحدي بإيجاد حلول مبتكرة تمكن من إنشاء مصنع متكامل صديق للبيئة وذو استدامة خضراء. الشركة صاحبة التقنية في مصنع إيثيلين جلايكول ساينتيفيك ديزاين، سابك تملك فيها تقريبا حوالي 65%. فالمصنع هذا مبني على تقنية الزيرو ستيم كونسومشن، فكامل المصنع خلال فترة التشغيل راح يكون بدون استهلاك أي بخار أو ستيم. ولن تخطيطنا وأهدافنا وطموحاتنا لا يتوقف على السنوات العشر القادمة، فأعلن اليوم عن استهداف المملكة العربية السعودية للوصول للحياد الصفري في عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون وما يتوافق مع خطط المملكة التنموية
وتمكين تنويعها الاقتصادي وبما يتماشى مع خط الأساس المتحرك، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل نضج وتوفير التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات. استخدمنا تقنية قد ما تكون متواجدة في كل مصانع الإيثيلين، يعني خاصة في المصنع هذا اللي هو استخدام البخار الصفري. المصنع يغذي نفسه من ناحية كمية البخار اللي يحتاجها، وهذا يمنع حرق مزيد من المياه وحرق مزيد من الكربون لإنتاج الطاقة اللي نحتاجها. فهذا يضمن تقريبا صفر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويتلائم هذا مع برنامج سابق للاستدامة وبرنامج المملكة الطموح في الاستدامة في رؤية 2030. بتصميم هذا المصنع الجديد الذي يتبنى تقنية البخار الصفري، تم الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وتوفير كميات هائلة من المياه وغاز الميثان. This project is more environmental friendly project, and we call it as a zero steam case. It was prepared by the United and our licensor scientific design. نرى هناك أيضا نقطة تلاقي كثيرة بين هذا المشروع وبين رؤية السعودية الخضراء من ناحية الاستدامة لهذا المشروع. تواصل المملكة دورها الرائد بتزويد العالم بالطاقة النظيفة من خلال دعم المزيد من الابتكار والتطوير. فإحنا نتكلم على تحسين في كفاءة استهلاك المواد بنسبة 73%، نتكلم على التحسين في استهلاك الطاقة بنسبة 14%، وأيضا تحسين في استهلاك المياه بنسبة 13%. الحمد لله احنا نقصنا المدة الزمنية للمشروع، نسميه للبايبراك مودولاريزيشن. هذه أول مرة في الشرق الأوسط تنفذ بهذه الطريقة، تقليل المدة الزمنية إلى شهر ونصف. وفي سباق الزمن للإنجاز بأسرع وقت أصبح الحلم قريبا جدا. من الحاجات المميزة لهذا المشروع تركيب أكبر تاور، هو برج اللي هو الووش تاور. احنا نتكلم طبعا عن الووش تاور. طوله 100 متر، تم صناعته في كوريا، ووزنه تقريبا 2000 طن، وأخذ شهر كامل لنقله في البحر. ومن شرق آسيا وحتى أقصى غربها تم نقل البرج بباخرة تمتد بطول البرج. الباخرة أخيراً وصلت والبرج على الميناء بارتفاع شاهق يتجاوز طول ساعة بيغ بن ووزن 2000 طن، حيث لا يمكن أن يقف هذا البرج ثابتاً إلا بتصنيعه كقطعة واحدة. من ميناء أولسان في كوريا إلى ميناء الجبيل الصناعي، أكبر مصنع للجي 3، وكان تركيبه بواسطة أكبر كرين على مستوى العالم. استخدمنا كرين طاقته الاستيعابية 4000 طن لحمل هذا الووش تاور. لا يحدث أن تجد قطعة بهذا الطول إلا أن تكون مجزأة وليس كقطعة واحدة. حتى تمثال الحرية عندما نقل، نقل مجزأً. تمكن الفريق من التواصل مع إحدى الشركات للاستعانة بأطول رافعة في العالم يمكنها حمل 4000 طن، وكان أقرب موعد لوصول الرافعة بعد سنة كاملة. وكما يقف المكوك الفضائي شامخاً ليتسلق السماء،
رفعت قامة أطول برج في العالم لمصنع إي جي 3. كان تدشين البرج يشبه اجتياز ثلثي الماراثون، وبه بدأ العمل لوضع الجدول الفعلي لاختبار عمل المصنع والتخطيط لتشغيله وتنظيم الفرق وتوكيل المسؤوليات لمدرائها. زاد حماس الفريق ليعمل بتناغم 1000 شخص في شخص واحد، يخطط، يقود، ينفذ ويقيس، إلى أن حدث شيء غير متوقع هز الجميع. بعد كل العمل اللي كان خلال الفترة الماضية، مرحلة التصميم، مرحلة المشتريات، ومرحلة التنفيذ والبناء، وكنا خلاص على مرحلة اكتمال المشروع، فجأة جانا كوفيد-19. لما بدأت جائحة كورونا كان في ذروة العمل في الموقع. عندنا تقريباً 3000 عامل موجود. طبعاً اضطرينا نوقف العمل. That time was most difficult period for me. أعلن مسؤولون في الصين تسجيل ثاني حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس غامض أصاب العشرات حتى الآن. توقف السفر، توفر المواد الخام، لأنك طبعاً في كثير من الأكوبمنت والمعدات تم بناها خارج السعودية. احنا نتكلم على معدات من الصين، معدات من كوريا، معدات من اليابان، معدات من أمريكا، أوروبا، فرنسا، ألمانيا. أنت عندك موردين من كل العالم. تتسع رقعة انتشار فيروس كورونا الجديد لتحصد عشرات الوفيات والمزيد من حالات الإصابات التي ناهزت 10,000 في الصين وحدها، بينما اجتاح الوباء 22 بلداً مسجلاً أكثر من 100 إصابة. We have a new name for the coronavirus. The World Health Organization has officially called it COVID-19. أعلنت وزارة الصحة اليوم عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد. وقالت وزارة الصحة أنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال. جلسنا على الطاولة مع المقاول وقلنا أمامنا خيارين. الخيار الأول أن ننتظر الجائحة هذه تمر، لكن هذا وقت غير محدود. تصاعد تأثير الجائحة بسرعة فائقة، منع التجول، أغلقت المدن والمطارات، تعطلت سلاسل الإمداد العالمية، كان العالم في حالة توقف تام. الخيار الثاني إن نتعامل معها بظروفها، ولكن بطرق إبداعية مبتكرة جديدة تحقق المطلوب. يقف فريق سابك أمام مشكلة معقدة لم تكن في الحسبان، قد تكلفهم خسارة الحلم. فهل هناك حل في ظل هذه الكارثة؟ جائحة الكورونا كان لها تأثير سلبي في هذا المشروع. التأثير السلبي هذا كان محفزاً إيجابياً لابتكار أفكار جديدة. أخذ فريق سابك على عاتقه هذا التحدي كفرصة لاختبار طاقات العقول والخبرات الموجودة هنا، ليضع الجميع على المحك لقياس كل الاحتمالات، كما لو كانوا على طاولة شطرنج هم جنودها. فكرة السمارت جلاسز طبعا هذه
حاجة زي الفيس شيلد يلبسها المهندس، يكون على تواصل مباشر مع الفندر. صمم الفريق نظارة ذكية تستبدل وجود خبير من قبل المورد، ليكون الخبير عين المهندس عن بعد ويصبح المهندس يد الخبير عن قرب. وطبعا هناك يكون في توجيه من البندر انه والله اعمل التست المعين، افتح الفالف المعين. وبالتعاون بين الفريقين من سابك وشركات التوريد والتنسيق المتبادل رغم التباعد القاري والاختبارات الطويلة للتأكد من جاهزية التشغيل وعمل المصنع، تجاوز فريق سابك حدود المستحيل وعاد بصيص الأمل لتحقيق الحلم ونجاح التجارب النهائية. واجهتنا مشكلة في وحدة الأومس، وهي وحدة خلط الأكسجين بالإثنين. بعد اختبارات عديدة اكتشف الفريق تسريبا في أحد الأنابيب كانت ستسبب مشكلة خطيرة وكارثية لو لم يتم اكتشافها. كون نستخدم الأكسجين، الأكسجين يعتبر يعني يمكن الناس يرؤون رؤيتهم للأكسجين إنه سيف، لكن الأكسجين إذا دخلته في عمليات الاحتراق يتحول إلى غاز قد يولد انفجار في أي مصنع. ولأن العمل في المصانع يعتبر من أخطر المهن، فالعاملين فيها جنود على الحدود، ولذا فالتأكد من سلامة المصنع ليست مجرد كلام مكتوب. بيئة العمل في المصانع من البيئات الخطرة جداً، ممكن أن تؤثر على الفرد وعلى البيئة وعلى المعدات. الآن أنا عندي two pipes، أوكي، في بينها انحراف بس alignment، أوكي، لازم أرجع two pipes هذه إلى مقابلة بعضها. فكيف سيتم التعامل مع هذه المشكلة في مصنع بهذا الحجم؟ جزء أساسي من حل المشاكل اللي تعلمناه في سابك أنه في حال أي مشكلة وقعت ما ترجع لنفس المسار حتى تحدد إيش السبب الرئيسي، حاجة نسميها إحنا root cause analysis. لنفرض أنا عندي بمب، البمب هذه صار لها break down، ما تشغل البمب مرة ثانية لمين تسوي تيم يسوون analysis، يستخدمون tools to identify the cause، لكن غالبا احنا نمشي بالroot cause analysis logic tree. نحدد كل ال possible causes، بعدها نطلع recommendation، نطلع lesson learn، نطلع key learning. إذا التيم المشكل للبحث المشكلة هذه وصل إلى الحل، بعد هذا يرجع ويشغل المصنع مرة ثانية. يؤمن الفريق بأن تكرار الأسلوب يوصل لنفس النتيجة دائماً، ولذا فإن ابتكار حلول جديدة واختبارها بطرق مختلفة يقود لإيجاد حل دقيق يمكن أن يطبق على حجم المصنع بأمان. فكل مشكلة هي فرصة تعلم جديدة تكسر الجمود وتفتح آفاقا جديدة. نيتروجين إنرت غاز، فما في منه أي مشاكل، لكن إحنا بكرة حنشغل على هيدروكربون وعلى كومبوستبل غازز وعلى بري كونسنتريتد أكسجين. معايير السلامة هي من الأشياء اللي لا نستطيع المزايدة عليها، هذه جزء من الكالتشر. المصنع
دائما يصمم على أسوأ السيناريوهات أو الحوادث. كنا نقوم بعمل مراجعة يومية لمتطلبات السلامة قبل البدء بأي أعمال في المصنع. ستة وثلاثين منطقة للفحص والتفتيش بشكل يومي. سابك أولة السلامة مهمة رئيسية، ولم تضعها على سلم أولوياتها فقط، بل وضعتها من أساسيات العمل، فتجد السلامة مصاحبة لأي عمل تقوم في السابك. وبعد كل هذه الاختبارات والتجارب، هل الفريق مكتمل وجاهز لتشغيل المصنع؟ I'm looks very young, not like 50 years old. This project, I hired a lot of local engineer. I saw them the a lot of things and their endeavor and their passions. Before 10 years, a little bit difference. ضميت السابك في 2007. وجال يجي 3 فكان لي شغف اني اطبق الخبرات اللي اخذتها في الاي جي 1 والاي جي 2 في الاي جي 3، ومن هالناحيه اني اقدر اختم سابق. من مهام عملي متابعه المصنع ومتابعه العمليات اليوميه والاشراف والحرص على انتاج المصنع وانه مطابق مخرجات ومتطلبات الشركه والالتزامات مع الشركات الاخرى. المصنع يعني يستقطب كفاءات وتم توظيفها ولله الحمد سعوديين يعني أكفاء لتشغيل المصنع هذا. ولإيمان سابك بالطاقة الكامنة في الشباب السعودي، تم استقطابهم من جميع مناطق المملكة. تقريبا 26% من ميزانية المشروع انصرفت في السعودية، وهذا تمكين للشباب السعودي في التوظف. والله نفيد البلد. برامج سابك للتطوير والقيادات التي مرت في تاريخي الحمد لله كان لهم الأيادي البيضاء على تطويري، بالإضافة إلى البرامج المكثفة للمهندسين، إلى أن ترقيت الحمد لله في 2012 كمشرف قسم الكهرباء والأدوات الدقيقة، وانطلقت في عدة أدوار إدارية إلى وصولي الآن إلى المدير التنفيذي لقطاع الصيانة كمدير تنفيذي في أحد شركات سابك ولله الحمد. بدأت طبعاً في عام 2010 ككيميكال إنجينير في سابك، وبدأت في مصنع الإيثين غلايكول. استمريت في المصنع هذا مدة تقريباً 4 سنوات إلى 5 سنوات كبرودكشن إنجينير. كان عندي براءتي اختراع. بعدها جت فرصة المشروع في 2015-2016، وتم اختياري ممثل عن فريق التشغيل في مشروع الإيثين غلايكول. هم الطاقة الحقيقية والقوة الحقيقية لتحقيق هذه الرؤية، وهي أهم ميزة بالنسبة لدى السعودية هي الطاقة الشبابية اللي فيها. والميزة الجيدة أنهم شباب واعي قوي لديه طموح رائع، مثقف، متعلم بشكل جيد، مبدع، لديه قيم عالية. باقي فقط نضع الرؤية ونعمل عليها. الشباب بلا شك هم أهم روافد هذه الرؤية وتحقيقها. لم يكن تحقيق الحلم ببناء هذا المصنع فقط، وإنما بإنجازات أخرى كبرى تحققت من خلاله. بهذا المشروع نحن لا نحقق زيادة في الإنتاج، بل نحن نتكلم عن إضافة العنصر البشري وتدريبه، إضافة منتج يزيد من تنوع المنتجات واعتماديتنا على النفط، تنويع مصادر الدخل عن طريق النمو في منتجات البتروكيماوية، وليتشكل إيثيلين غلايكول واحد من أهمه. لما تكون عندك أنت كفاءة سعودية تشغل مصنع وتصمم مصنع، فإن شاء الله بعد فترة يصير كل شيء داخل السعودية، يعني ما تحتاج أنت حتى خبرات من برا. اليوم بحمد الله إحنا نتكلم على مصنع كامل يعتبر من أكبر مصانع الإيثين غلايكول عالميا، يشغل 100% من الشباب السعودي. حاليا سابك تمثل الشركة الأكبر من الحصة التسويقية في العالم، حصة تسويقية تصل إلى أكثر من 20%. اليوم المشروع اكتمل والمصنع بدأ مرحلة التصنيع والإنتاج.
واحنا اليوم امام المصنع الاحدث تقنيه، الاعلى انتاجيه، الاكثر كفاءه، الاعلى ربحيه في مجال تصنيع الايثين جلايكول. واتمنى في الاخير انه جميع الخبرات التي اكتسبناها وجميع المعارف اللي تعلمناها خلال فتره المشروع انها تساعدنا في تحقيق اهداف الشركه من الناحيه الانتاجيه، والتي سوف تساهم باذن الله في تحقيق رؤيه سابق 2025 لتكون الشركه الرائده اولى عالميا في مجال البتروكيماويات. الايزي 3 كمصنع يعتبر بطاقه الاستيعابيه اللي 860 الف طن سنوياً، يعتبر أكبر على مستوى سابق. الرقم هذا قد يكون مهم، لكن الأهم أن ما في إصابات. من الأشياء اللي الجميع فخور فيها 16 مليون ساعة عمل بدون إصابة من فضل الله سبحانه وتعالى. أكبر درس تعلمناه في نهاية هذا المشروع أنه كثير من الأفكار اللي ما كنا نتوقع أنها ممكنة أصبحت قابلة للتطبيق، وكثير من المستحيل أصبح ممكن. وبرؤية مستقبلية وخطى ثابتة تأخذ سابك المملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة في الصناعات البتروكيماوية.